أسماء الأعشاب ومرادفتها بالدارجة المغربية الجزء الثاني. أول عشبة غنبداو بها هو عرق السوس، باللغة العربية كيقولوا ليه عرق الخيل. بالنسبة للجرجير كيقولوا ليه الروكا، وكاين دول عربية اللي كيعرفوه بنفس الاسم الجرجير. العقاية من أفضل الأعشاب المعالجة للمعدة والمشاكل ديالها، اسمها باللغة العربية القلاب أو الرطيط. الكتيرة معروف السمغ من أنواع السمغ، معروفة بالسمغ الكتيرة جميع الدول، يعني عندها نفس الاسم تقريبا. أزير معروف باللغة العربية بإكليل الجبل، وعنده واحد اسم ثاني اللي معروف به في الدول ديال المشرق، نبات العرب أزير. السانوج، سانوج الحبة السوداء، سانوج كيتزرع وكاين في شمال إفريقيا وكاين في المغرب الحمد لله. هاد السانوج كيتقال عليه الحبة السوداء باللغة العربية، كيشبه لحبة البركة، هو رقيق. المهم السانوج مغربي عدة منافع. الدغموس لاكيتينيس، نبتة معروفة بنبتة الدغموس، اسمها العلمي لاكيتينيس، يعني العالم العربي كيعرفها بنبتة الدغموس. زريعة الزهر أو المحلب أو المحلب باللغة العربية تاوك يسولوا عليه، بو شنيخة، من أفضل الأعشاب اللي كيصلحوا اللثة ديال الأسنان. كيسولوا عليها يعني شنو سميتها باللغة العربية، تعرف أو معروفة باسم الخلة، بو شنيخة. بالنسبة للنبتة اللي كيسولوا عليها بزاف ديال الناس، تقنديش، عود القرحة أو نبات القرح، هذه باش معروفة باللغة العربية وعندها مرادفات عدة. معروف في شمال إفريقيا بعشبة تقنديش أو أقنديشت بالنسبة للناس الجزائريين. كل شيء دير جيم في هذا الفيديو، كل شيء بارتاجي باش نديرو جزء ثالث إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، أحبكم.